أبو ركان، أنت يعني مخضرم وعاصرت الهامش الحرية في حقب كثيرة. أنت كفنان ومهتم بالحقب السعودية المتغيرة اللي شكلت المجتمع، هل كنت تتوقع يوم من الأيام أنكم تجسدون بعض الشخصيات أو تتكلمون عن بعض الحقب؟ لا، يمكن شف يعني ما زال عندنا حنا كان، بس الحمد لله حنا اليوم قاعدين نتجاوز المرحلة. يعني ما أعتقد أنه كان في أحد يتخيل أنه ممكن مثلا نجسد شخصية جيمان في حادثة الحرم اللي قعدنا عليها أكثر من 40 سنة، وحنا يعني عليها تعتيم إعلامي كبير. وكل مرحلة الحمد لله لها معطياتها ولها يعني توجهها ولها، ولذلك اليوم استقبال الناس خصوصا في حكاية الحرم، لأنها يعني مغيبة طوال هذه السنين وما أحد قدر يقدمها إلا إحنا الحمد لله، ولنا الفخر في هذا السبق الحمد لله. نعم.